الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في وصف الصراط المستقيم الموصل إلى الله سبحانه وتعالى وإلى جنة الله: فلنأخذ في الصراط قولا وجيزا، فإن الناس قد تنوعت عباراتهم حوله بحسب صفاته ومتعلقاته، فهو سبيل الله الموصل إليه الذي أرسل به الرسل، ولا سبيل إليه سواه، وهو إفراد الله بالعبادة وإفراد نبيه صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. فهذا هو الصراط. الإنسان إذا أراد النجاة وأراد الجنة ينبغي عليه أن يسلك هذا الصراط الذي أرسل الله به الرسل، وهو الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا وحده، فلا يعبد غير الله. هذا أول أمر جاء به الأنبياء والرسل. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إنه تعبد الله براو، تسأل الله براو فيما لا يقدر عليه إلا الله، تتوكل على الله براو، ما تتوكل على قبر، ما تتوكل على ميت، ما تتوكل على شجر، ما تتوكل على حجر، ما تتوكل على حجاب، ما تتوكل على فكيه، تتوكل على الله، ما تتوكل على الرسل، لأنه دي عبادة، والعبادة الله سبحانه وتعالى اختص بها نفسه ونهى أن يعبد غيره جل وعلا. فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله ذكر لك الأدلة على الكلام ده عشان ما تتورط وتمج جهنم. الله بيّن لك إنه خلقك: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. بتدعو غير الله ليه؟ الله سبحانه وتعالى الخالقك قال لك اعبدوا براو. انت تعبد الولي ليه والميت ليه؟ هذا شرك وضلال وباطل. الله ما أمرك أن تدعو غيره، قال لك: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بتمج جهنم، بتنادي غير الله، البرعي مكاشفي صايم ديمة ست مريم، تمج جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وده شرك. ممكن الزول يقابل الله سبحانه وتعالى بكبيرة من الكبائر، الله بيغفر له، قد يغفر له تحت المشيئة. لقيت الله بتسرق بتزني في المشيئة، قد يعذبك الله سبحانه وتعالى، لكن لا تخلد في النار كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. وقد يعفو الله عنك، لكن تنادي غير الله، تشرك بالله، تكفر بالله، أنت مخلد في النار. كان قلت أنا مسلم وانت بتنادي غير الله، تنقض هذا الإسلام، هذا يخلد في النار. ما يكفي إنك تقول لا إله إلا الله بلسانك، ناس يقول لك: يا مولانا نحن بنقول لا إله إلا الله. طيب انت ما بتنقض هذه الشهادة، بتقولها بلسانك. إذا كنت فقط تقولها باللسان أنت شابهت المنافقين الأوائل الذين جاء فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيقولها بلسانهم لكن ما بيعتقدوا معناه، إنه لا معبود بحق إلا الله، زي ما الله قال عنهم في القرآن: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر
الله قال وما هم بمؤمنين. ما مؤمن لأنه ما اعتقد معنى هذه الكلمة، لا بد تعتقد معناه وتفهم هذه الكلمة وتعرف شروط هذه الكلمة ونواقض هذه الكلمة لكي لا تقع في هذا الشرك الذي هو أعظم نواقض، الذي هو أعظم نواقض لا إله إلا الله. فتتعلم هذا الشرك تعرفه شنو، زي ما حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الصحابي كان بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. في دعاء الضلال أضلوا الناس وقدموا لهم الإسلام وقدموا لهم الشرك في صورة الإسلام، قال لهم ده الإسلام وده بوديك جهنم، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد في المسند، إن بين يدي الساعة سنوات خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق الرويبضة. قيل ومن الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتحدث في شؤون العامة. ناس تافهين، كلاب مجرمين، يتكلموا باسم الدين وباسم الإسلام الذي جاء به الرسل كلهم، أتوا لبيان العقيدة الصحيحة ودعوة التوحيد. قال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أوعك تقابل الله بشرك، دي أساس الدين هذه العقيدة، لقيت الله بشرك الله ما يغفر لك ويحبط كل العمل. تصدق، بتحج، بتعامل الناس بأخلاق كويسة، تقول له الله ما بيقبله مع الشرك ويحبط العمل، زي ما قال الله زي ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وذكر 18 نبيا من أنبيائه في كتابه، وذكر قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. انت ما شايف اللي بيعملوا الصوفية ودعاة الشرك ومن شابههم من جماعة الإخوان المسلمين في هذه القباب وهذه الأضرحة وهذه الموالد التي تصرف فيها العبادة لغير الله جل وعلا، يطوف بالقبور، والله جل وعلا يقول وليطوفوا بالبيت العتيق. الواحد تلقاه يخشع لهذا القبر ويبكي عنده ولا يبكي في صلاته وذكره لله جل وعلا. والله جل وعلا يخبر عن أهل الإيمان أنهم يخشعون لله، خاشعين لله، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، يخشع لله جل وعلا. لكن ذاك يمشي للشيخ ويطلب منه النفع ودفع الضر وحفظ الولد وحفظ المال وأن يحصنه وأن يكون في حماية، وأنت وهذا لا يملك لك شيئا ولا ينفع شيئا ولا ينفع نفسه، بل هذا من الشرك ومن الضلال. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فلا يملكون، الله قال لك الجماعة البينادون كلهم ديل ما عندهم شيء في السماوات، مثقال ذرة، النمر الصغير ما عندهم، ولا في الأرض وما عندهم نصيب في هذا الملك، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الشفاعة تكون بإذن الله جل وعلا، ولا يأذن الله في الشفاعة لمشرك، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا.
الليلة الناس شرك منتشر في الإذاعة في الإذاعات براهم بيقول لك في التلت ناديهم قوموا صيح ليهم أبقى منهم وليهم وده الحمالة عليهم. في التلت الأخير يقول لك تنادي الأولياء ديل والله جل وعلا يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له. لكن ده يقول لك لا في التلت تنادي الأولياء والصالحين مع الله سبحانه وتعالى. البرع يقول لك في كتاب رياض الجنة ونور الدجنة ما بنجيب لك كلام ساكت والكلام ده كله موثق من كتبهم. قال إنا بخطب في البلاد نزيل فقل يا ولي الله إسماعيل فلا ينفعونك في الدنيا ولا في الآخرة. قال تعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الله الخلق براو يجيب له آلهة يعبدونهم معه لا ينفعون أنفسهم ذول نفسه ما يقدر ينفعه تجيه حصوة زي ما جات للبرع ينادي يا بتايا وحامض بعصايا زيروا الحصايا وامرض كلايا زالوا له ما مات ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. فكذلك الناس ضلوا وصرفوا العبادة لغير الله وصرفوا العبادة لمن لا ينفع في الدنيا ولا في الآخرة. فلا ينفعونك في الدنيا اللي بتناديه وبتعتقد فيه وبتقول ديل الفراس زي ما بقول البرعي للكون حراس اللي بيرفع راسه ليه بواسه ما يملك شيء ما يخوفك ساكت لا في الدنيا ولا في الآخرة. كما أخبر الله عنهم يوم القيامة قال ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. في ندم شديد يوم القيامة الأتباع يندموا ويتحسروا أن هؤلاء الضلال حرفوهم عن دين الله وعن الصراط المستقيم الموصل إلى الله الذي بينته الرسل يندموا أشد الندم لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله. في دعاة بيأمروك إنك تكفر بالله سبحانه وتعالى. أعرف المعلومة دي عشان ما تغتر وتمج جهنم. وزي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وصف هؤلاء المجرمين دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. يوديك جهنم عديل كده وبينا لك بأسمائهم عشان تكون على بينة ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ببيان هذا الأمر العظيم. فاعلم ضلال هؤلاء الناس وحالهم لكي لا تذهب إلى جهنم. هذا الله أعلم وأحكم. وصلى الله على سيدنا محمد أقدم وأدراهم.